بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن مشاهدة أبل تي في بلاس عن طريق أجهزة الحاسب الآلي. كما نعرف أن أبل أطلقت خدمة أبل تي في بلاس، ويمكن مشاهدتها على الآيفون والآيباد وأجهزة التلفاز الذكية. كذلك يمكن مشاهدة أبل تي في بلاس عن طريق أجهزة الحاسب الآلي، سواء كانت ماك أو ويندوز أو لينكس، عن طريق طبعا متصفح سوف أضع لكم هذا الرابط. كل ما عليكم هو فقط تسجلون دخول بالبريد الإلكتروني وكلمة السر في الآيتونز، يعني تضعون هنا أيضا كلمة السر الخاصة بالآيتونز، ثم تضغطون على تسجيل الدخول. سوف أعمل هذه العملية لأريكم أنني قد قمت بتسجيل الدخول، ويمكن مشاهدة الأفلام عن طريق كما ذكرت أجهزة الحاسب الآلي، سواء كان ويندوز أو ماك أو لينكس. كما ترون أنا الآن قمت بتسجيل الدخول كما ترون هنا، ويمكن الآن أنا أقوم بمشاهدة أي فيلم أنا أريده من الأفلام المتوفرة حاليا على خدمة أبل تي في بلاس. كان هذا كل شيء. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديد الدروس، وعمل لايك للفيديو ووضع تعليق على هذا الفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة على الجميع. وفي أمان الله في دروس قادمة إن شاء الله.